السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس ابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو ما علاقة مياه البحار والمحيطات بدورة الماء في الطبيعة، صفحة 165. إن مياه المحيطات تؤمن كمية كبيرة من المياه العذبة للأرض من خلال تدوير المياه بصورة دائمة. إذ تعمل حرارة الشمس على تبخر مياه البحار والمحيطات. يتكاثف الماء المتبخر في طبقات الجو العليا ليكون السحب والغيوم، ويهطل على شكل مطر أو ثلج على سطح الأرض. يدعى هذا التدوير الدائم للماء بدورة الماء. ما هي دورة الماء؟ دورة الماء تعريفه هي انتقال إعادة هي انتقال يعني إعادة تدوير الماء من البحار والمحيطات إلى الغلاف الجوي، ثم عودته إلى سطح الأرض ومنها إلى البحار والمحيطات من جديد. هنا السؤال: ما تأثير حرارة الشمس في دورة الماء؟ تقوم حرارة الشمس على تبخر مياه البحار والمحيطات، وعندما تقوم بتبخر مياه البحار والمحيطات الشمس، يتكاثف الماء المتبخر في طبقات الجو العليا ليكون السحب والغيوم. يهطل على شكل مطر أو ثلج على سطح الأرض، وهذا له دور أساسي في التدوير الدائم للماء. هذا دور حرارة الشمس في دورة الماء، التي تعريفها قلنا هي انتقال إعادة تدوير يعني إعادة تدوير الماء من البحار والمحيطات إلى الغلاف الجوي عن طريق الغيوم والسحب، ثم عودته إلى سطح الأرض عن طريق الأمطار أو الثلوج على الجبال ومنها إلى البحار والمحيطات من جديد. نأتي إلى هاي علاقة ما أو ما علاقة مياه البحار والمحيطات بدورة الماء في الطبيعة. نأتي إلى ما منشأ ملوحة مياه البحار والمحيطات. تتميز مياه البحار والمحيطات بالملوحة. من مميزات مياه البحار والمحيطات تتميز بالملوحة التي تمثل كمية الأملاح الذائبة في كيلوغرام واحد من ماء البحر. استعمل المياه الجارية فوق الصخور. سطح القشرة الأرضية أو من خلالها على ذوبان بعض أملاح هذه الصخور ونقلها إلى البحار والمحيطات. إذن لماذا تتميز مياه البحار والمحيطات بالملوحة؟ وذلك تمثل كمية الأملاح الذائبة في كيلوغرام واحد من مياه البحر. استعمل المياه الجارية، ما تؤدي إلى انتقال الملوحة لمياه البحار والمحيطات من خلال المياه الجارية فوق الصخور. هذه الصخور تعمل على من خلالها تعمل على ذوبان بعض أملاح هذه الصخور، ما تؤدي نقلها إلى البحار والمحيطات. نقول ما مصدر ملوحة مياه المحيط؟ مصدر ملوحة مياه المحيط استعمل هو خلال المياه الجارية. استعمل المياه الجارية فوق صخور سطح القشرة الأرضية أو من خلالها عليمًا على ذوبان بعض أملاح هذه الصخور ونقلها إلى البحار والمحيطات. تعد الشمس المصدر الرئيسي للحرارة على سطح الأرض. وتستمد مياه البحار والمحيطات حرارتها من الشمس. ولذلك تقل درجة حرارة المياه كلما تعمقنا رأسيا في مياه البحار والمحيطات حتى تنعدم عند عمق 360 متر. يعني المياه المحيطات تعد الشمس والمصدر الرئيسي للحرارة لها، مياه البحار والمحيطات. ولذلك تقل درجة حرارة مياه البحار والمحيطات كلما تعمقنا رأسيا في مياه البحار والمحيطات حتى تنعدم عند عمق 360 متر. يعني عند عمق 360 متر في البحار والمحيطات تنعدم حرارة الشمس تقريبا نتيجة انعدام أشعة الشمس النافذة خلال الماء. ك
كما تختلف درجة حرارة المياه السطحية من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض. فنجد مياه المحيط تتجمد بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي، بينما تكون حرارة المياه مرتفعة عند خط الاستواء. يعني حرارة الشمس تختلف درجة حرارة المياه السطحية، درجة حرارة المياه السطحية تختلف من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض. فنجد مياه المحيط تتجمد بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي نتيجة لتأثير الثلوج والجبال، بينما تكون حرارة المياه مرتفعة عند خط الاستواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.